أكيد المعروف لا يعرف عندما تكون نجمة مصرية وقدمت العديد من الأعمال الفنية، أكيد ما نقدر نوفيها أي كلمة. لكن رحب فيك فنانتنا الجميلة منال سلامة في الكويت بلدك الثاني وأيضا في استديو ليالي الكويت. حياك الله منورة. حياك الله. حياك الله. يعطيك العافية، وإحنا سعيدين بتواجد في ليالي الكويت وبالكويت، ونتمنى لك كل التوفيق في المسلسل، مع أن اسمه يعني يوم أسود. اليوم الأسود. معنا وجودك معنا يوم أبيض يعني. الحمد لله. بس ده عمل درامي وكثير من الاسم متخدين، بس هو ببساطة كل بني آدم في الكون بيبقى في ايام بيضة وايام مش بيضة قوي. فعنده ماشي، كل شخصية بقى عندها مشكلة في الحياة. فالمسلسل بيتعرض للعديد من المشاكل، للعديد من المشاكل لكل ابطال العمل. حلو. يعني كل بطل وبطلة من نجوم العمل بيتعرضوا عند يوم اسود وبنحاول نتفاداه ونعديه. زين، الخطوة هذه يعني انت ما شاء الله نجمة ومبدعة اكيد في الدراما المصرية وايضا السينما المصرية، دخولك لأول مرة في الدراما الكويتية ما تحسينها خطوة شوي جديدة على منال سلامة؟ هي جديدة لأنها أول مرة، إنما ما تكونش آخر مرة إن شاء الله. إن شاء الله يعني. أكيد. شوف، إحنا الدراما العربية بشكل عام طول عمرنا يعني مصر، مش هنقعد نعدد أكيد نجوم كبار من مختلف الدول العربية، الأخوة العرب اشتغلوا في أعمال مصرية كتير من أيام الأفلام الأبيض وأسود يعني. نعم. لو تذكرنا فريد، أسمهان، نور الهدى، النابلسي، العديد من المخرجين، حتى مؤلفين وما إلى ذلك. وبالتالي حان الوقت أن احنا كأمة عربية، وحتى في الدراما المصرية كمان، الأخوة من الأردن ومن سوريا ومن الكويت، في الأفلام السينمائية والدراما التلفزيونية بيحصل تعاون. هو الحظ أنه المسلسل فيه شخصية مصرية فرشحت إليها وجيت وقريت الدور وقريت المسلسل وقريت الدور واتبسطت جدا بيه، واتبسطت بشخصية جدا، لأنها يعني بتمثل نموذج إنساني موجود في الحياة بشكل عام. نعم. وموجود على أرض الكويت، فكانت فرصة سعيدة أن أنا يمكن أنا وياك كنا قاعد ندردش، قاعد أقول أن منال سلامة من الشخصيات اللي حتى لو تمثل دور يعني شرير الناس ما تكرهها، عندها الملامح البريئة. مرسي، بس أنا أحب أما أمثل شريرة تكره الحقيقة يعني. مرسي على ذوقك. لا بس فأنت وإلهام الفضالة، فالصدفة صارت أن أنت مع إلهام الفضالة بالمسلسل. مظبوط، أنا معظم شغلي لأن أنا وإلهام فضالة الفنانة الجميلة الحقيقة. صحيح. وأنا بحب أشكرها من خلال برنامجكم، لأنها عارفة أنت أول مرة بتيجي على بلد أنت بتبقي مش عارفة قوي بشكل إنساني الزملاء والأشخاص. بتبقي شوية متاخدة وخايفة، ويا ترى هتتعاملي معهم إزاي، هيتعاملوا معاك إزاي. الحقيقة من أول لحظة احتوينا بعض، عارفة، لأن اكتشفت بالعشرة أثناء التصوير إن إحنا فينا شبه من بعض إنسانيا يعني. يا ست حبابة جدا ولطيفة ودودة وبتحب شغلها قوي وما شاء الله عليها يعني، ففي كيمياء بيني وبينها صارت الحمد لله. أكيد نوجه لها تحية أكيد فنانتنا الجميلة إلهام الفضالة. لكن سؤال، لو قدم لك الدور ومو راكب على شخصية منال سلامة راح ترفضين؟ يعني ايه يعني ايه مواكب؟ يعني ما عجبك، ما عجب منال سلامة الدور؟ اكيد هرفضه هنا او في مصر او في اي حته تانية. ما عايز اقول لك على حاجه، انا بقالي 3 سنين برفض ادوار لانه استنبه حاجات شبه بعض، البرنسيس الكذا الكذا. لا، انا عايزه شويه اغير من جلدي، اغير استمتع بالتمثيل. وهل الدور في العمل الكويتي في اليوم الاسود راح يكون غير شويه؟ بص، هو مش غير قوي، مش هكذب عليك، ولكن الحكاية على بعضها عجبتني، الموضوع كله عجبني. وأنه يبقى أول عمل في تعاون ما بيني وما بين دولة الكويت، قلت فرصة نفتح أسواق جديدة ونتعرف على بعض أكتر. ده كان السبب الأهم. إنما الدور لطيف، مش هقول لك حاجة بيشبع طموحي، لا، بس انا مبسوطه بيه، مش مضايقني. انت من ارض الطموح مصر. قاعد نشوف نجوم، بعض النجوم بمصر تحديدا مكتسحين الساحه بالدراما برمضان، يعني اسماء معينه، بس ما شفنا منال سلامه في رمضان بعمل درامي كبير يعني. وينك على الدراما؟ انا بقالي 3 سنوات الحقيقه الحظ متعسر شويه. في ايه يعني؟ كتير بيتم شركات الانتاج بتبقى عندها طموح
تنتج، كل شركه انتاج عندها طموح تنتج اكتر من عمل. صح. ولكن القنوات الفضائيه المساله ليميتد قوي فيها، محدوده، كل قناه هتاخد صح. عدد من المسلسلات، والمنتجين كتروا جدا. فللاسف الشديد بجد بقى لي 3 سنوات اتفق على عمل عملين، يحصل تعثر، يحصل كذا. كمان بقى في اشكاليه، احنا زمان كنا بنشتغل طول السنه في انتاج درامي. فالايام دي او بقى لنا عدد من السنوات الدراما بتبقى موسميه. صح. في رمضان فقط، رمضان تحديدا. فالمنظومه اختلفت، انه لازم يجيبوا نجم يمضي علشان المسلسل يتباع، فالقناه تشتريه، فيبتدي المؤلف يالف لهذا النجم. فكل ده فجاه رمضان بيبقى على الابواب، والعدد ايام التصوير مش هيكفي. صحيح. يعني كنت بحضر مسلسل اسمه هجرة الصعايدة، مسلسل مهم جدا جدا جدا، بيحكي عن تاريخ الصعايدة وهجرتهم من الصعيد بسبب الفيضانات ومن عشرينات القرن لحد سنة 70 أو حاجة و70. المسلسل محتاج جهد كبير جدا، فجأة عشان يعملوا كاست ويحضروا الميزانيه ولا ويعملوا ايه وايه 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 تجهيزات. فجاه رمضان دخل يعني اقرب، فمش هيلحقوا، فتم تاجيله. وبالتالي بس عندنا بالكويت هذا نظام حده، ما دي مشكله كبيره، بيسبب ضغط على الفنان وعلى المخرج وعلى الفنيين في العمل وفي المونتير المزيكا. العمل بيبقى ناقص سوى، انجاز التعبير، مش مستوي قوي، الابداع ما ياخذ مساحته. بالضبط، لازم ياخذ وقته علشان يطلع على اكمل وجه. وبالتالي هجرة الصعايدة انا اعتذرت عشانه مسلسلين، لانه انا خلاص ما بقتش كمان عندي الجهد والطاقه اني اعمل عملين ثلاثه، خصوصا لو في سيزن واحد، واجري والحق واقسم اليوم، وهنا نص يوم تصوير وهنا نص يوم تصوير. لا لا لا، راح يكون جهد جسدي وذهني طبعا. 24 ساعة يعني، زمايلي اللي بيعملوا كده في بيقعوا يتنقلوا يروحوا مستشفيات لانه ما فيش وقت. فانا ما بلتزم بعمل خلاص بيبقى كفايه العمل. حلو. فنانات الجميله منال سلامه، ما هو رايك قبل مشاركتك في الدراما الكويتيه بالدراما الكويتيه؟ شوف، انا شفت حاجات كتير مختلفة كده. أنا بحب مثلا في أعمال كوميدي، أنا بحبها جدا، بحب الست سعاد العبد الله، يعني بحب شغلها، بحب الست حياة الفهد، بحب إلهام الفضالة. لا خلاص بقى يعني، لا دي احنا خلاص بقينا أصحاب يعني، دي بقت حبيبة قلبي يعني، ربنا يعطيها العافية. بشوف طبعا بعض الأعمال مش بشكل كامل، حتى أنا في مصر ما بقتش أقدر أتفرج على مسلسل 30 حلقة وكده، الحياة الريتم بقى سريع جدا جدا جدا. بس كمان ساعات أنت دلوقتي بيبقى فيه بروية عن مسلسل جامد قوي، تدخل على اليوتيوب تجيبه وتتفرج على حلقتين ثلاثة أربعة شدك بتكمل فيه. فأنا وأنا في الكويت أنا بقالي تقريبا شهر ما بين تصوير، ما بين أيام ما عنديش تصوير، فأنا لسه بقول لكم بتفرج عليكم كل يوم. والأيام اللي ما عنديش تصوير، أنت دقيقة تقول ليش مغيرين مكان الكراسي؟ حد بالك؟ ما شاء الله عليك. لا بركز. ففي حاجات بتعجبني جدا جدا. منال شفناك بمسلسلات دراميه قديمه ما شاء الله من يوم عمرك 17 سنه. ما شاء الله. وانا بشتغل، انا عامله الحلميه وانا 17 سنه. اي بتقول معهد يعني، مسلسلات ناجحه ورائده وكبيره، بس انت يعني نشوفك دائما بالدراما، ما شفناك بالسينما بشكل كبير. لا، السينما دي موضوع كبير خالص، لانه احنا جيل جه والسينما كان شايلها نجوم كبار ومهمين في مصر وفي الوطن العربي. صحيح. فنان عادل إمام، الفنان أحمد زكي، الفنان نبيل عبيد، الفنان نادية الجندي، الفنان محمود عبد العزيز، الفنان نور الشريف. كانت الأدوار في تلك الفترة بتكتب ليهم وما يتناسب مع سنهم، موضوعات تتناسب مع سنهم. أما جينا إحنا ما كانش لسه في الأدوار اللي تناسبنا كشباب. صح. وبالتالي التلفزيون مدلنا ايده، فاشتغلنا تلفزيون بقى ضمير ابله حكمت، ليالي الحلميه، التلفزيون اخذنا. على ما السينما ابتدت تبقى سينما شبابيه، طلع الجيل بعدي سنه الجديد، فمسك السينما. وكمان انا اتخذت جدا بقى ما بين الجواز والخلفه. صح. والتلفزيون زي ما قلت لحضرتك، انه كان انا كنت بعمل في السنه 5 اعمال مثلا، ما شاء الله. فمن العمل لعمل لعمل بتبقى وكان بيعرض عليا اعمال في السينما، لكن ادوار انا محققه
ادوار مهمه في التلفزيون، ايه اللي يخليني اروح السينما اعمل ادوار ما تناسبنيش؟ فده كان السبب الاساسي ان السينما بعدت عني شويه. ما شاء الله زوجك مخرج مظبوط، والوالد بعد يعني بالمجال الفني. بصي احنا عيله صعب شويه ملخبطه حبتين. يعني انا جوزي بابايا الله يرحمه مخرج مسرحي، جوزي مخرج سينمائي وتلفزيوني عادل اديب، اخويا شريف سلامه اهو جوزي واخويا على الشاشه اهو. الصوره دي السنه دي في الحج كنا بنحج مع بعض حبيبي. الله منكم. ايه تاني يعني؟ هي العيله ملخبطه. حمايه طبعا عبد الحي اديب السيناريست، اخوات عادل، عيله فنيه يعني. عيله ملخبطه كده كلها فن يعني. الله يحفظهم ان شاء الله. لكن منال سلامه معروف عنها دائما يعني حتى رغم مشاغلها وايضا بالشغل الفني وهذا مركزه على العائله الاسره، لها اهتمام طقوس معينه، اهتمام كبير عند منال سلامه. نتكلم بشكل صادق وواضح، اكيد احنا جيل اخذنا من خبرات ما سبقونا. يعني في نجمات كبار جدا حققوا نجوميه كبيره وعملوا تاريخ وتركوا تراث كبير للسينما المصريه، ولكن فجاه لقوا نفسهم لوحدهم في الدنيا. صحيح. احنا كجيل تعلمنا من ده الحقيقه، انك ما تكونين بروحك. لا انا الاسره هي الباقيه. يعني في نجمه مش عايزه اذكر اسماء، نجمات كبار قعدوا والضوء انحصر، واحنا مهنتنا مهنه صعبه. انت طول ما انت قدام الاضواء الناس فاكراك وشايفاك وبتسال عليك وبتبقى محتاجه لك. اول ما بتنعزل شويه سمعت التليفون مش بتترفع. فانا شفت ده بعيني. مع من هم الفنانه امينه رزق الله يرحمها؟ بصي الامينه رزق الله يرحمها الفنانه العظيمه في فضلت تمثل اخر يوم في حياتها. فالفنانه امينه رزق ده اكسبشن، دي حاله خاصه جدا الحقيقه يعني. انما انا شفت نجمات كبار بقوا لوحدهم في الدنيا. فحطيت، انا بحب شغلي جدا وبحب التمثيل جدا، لكن كان عندي ادراك مبكر انه مش هو الباقي، ولادي اللي هيسالوا عليا. صحيح، هذه النقطه المهمه. بس يعني هي دي الفكره، المنظومه مش عظيمه قوي في الحياه عموما. يعني انا اسوي شيء اللي يحبني بس ما انسى حياتي. بالظبط كده. بالظبط كده. حلو استاذه، يعني فنانتنا الجميله هذا مع ابنك قاعد تشوفين. اي ده انتوا طلعتوا كل الاسرار انتوا. الله ده عيب السوشيال ميديا بقى. بيجي هو طويل على الفاضي، خدوا بالكم يا جماعه هو صغير. الله يحفظها ان شاء الله. وده علي واميره وهم صغيرين. الله يحفظهم ان شاء الله. منال سلامه الفنانه الجميله واللي قدمت الكثير في مسيرتها الفنيه، قدمت العديد من الاعمال للفن، لعالم الفن، ماذا اعطاك الفن؟ الفن أعطاني أنا شخصياً كمنال بقى متعة. يعني هقولك على حاجة، أنا كل ست في الحياة أو كل بني آدم في الحياة ليه متعة. في حد بيحب السفر، مكياج، في حد بيحب المكياج، في حد بيحب اللبس، في حد بيحب المجوهرات، في حد بيحب. أنا الحاجة الوحيدة اللي بتشبعني كبني آدمة أني أقف قدام الكاميرا أو على خشبة المسرح، دي الحاجة الوحيدة اللي بلاقي نفسي فيها، بتاعت منال الخاصة جدا. ده الفن أعطاهولي. كمان أعطاني الفن حب الناس. يعني أنا النهاردة كنت بصور في مول مثلا أو ماشية في الشارع، ما الناس بتوقفني يقولي أنت فين، وحشتينا، احنا بنحبك، خليكي زي ما أنت كده، عارفة أنت شبه أختنا، شبه بنت عمنا. صح. شبه بنت خالتنا. حب الناس ده نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني بنت كل بيت كنت. بالظبط بالظبط، ده تعبير بيتقال لي كتير. وفكره وحشتينا دي فكره انا يعني الحمد لله، قد ما ساعات الواحد بيبقى زعلان انه ما فيش عمل مناسب، اعتذرت كتير، لا ساعات الواحد بيضطر ينزل يشتغل من باب انه يقول يا جماعه احنا هنا، انا موجوده. نعم. لانك لو بعدتي قوي هتتنسي قوي، يقول لك دي بتعتذر كتير. ما انا بعتذر لانه الشغل مش عاجبني. انا ما بعرفش، انا لسه مش عايزه التعبير بروح الهاويه دي، بس انا بشتغل انا محترفه. في شغف، حب بالظبط، بس احب اروح اشتغل وانا مبسوطه. مش وانا شغاله عشان اشتغل. هذا الفن اعطى منال سلامه، ماذا اخذ الفن من منال سلامه؟ هقول لك على حاجه اخذ ايه يا سيدي؟ اخذ ان كل الناس في العيد بتتفسح واحنا بنشتغل. بنشتغل مسرح. انك قادر حضرتك وحضرتك او اي مواطن عادي بيقدر يروح يحضر فرح ابن عمه، ابن خالته، ابن كذا، يا صديقه كذا. احنا ممكن يبقى عندنا تصوير ما نقدرش نعيش الحياه دي. انه الناس بتصيف وعلى البحر واحنا بنشتغل مسرح في عز الصيف. فجاه بتحس ان العمر جري منك وفي حاجات كتير انت ما عملتهاش على المستوى الشخصي.
انما بيعوض ده زي ما قلت لحضرتك محبه الناس، محبه الناس، التواجد، اعتبريه تواجد، حبي انا، احساسي انا وانا بشتغل على خشبه المسرح. لكن هتيجي تقول لي النهارده انا ولادي كانوا عايزين يشتغلوا بالفن، الحقيقه انا وقفت قصادهم جامد جدا، رفضت. والحقيقه انا جوزي اندهش، ولا جوزي موافق انهم يشتغلوا بالفن، ما عندوش مشكله. وبرضه عشان الناس بس تفهمني صح، انا مش رافض عشان الفن حاجه وحشه، لا، انا مش عايزه حياتهم تتسرسب بين ايديهم صح فجاه. انا عايزاهم يعيشوا حياه طبيعيه، عايزاهم لما يدخلوا مطعم ما حدش يبص عليهم، عايزاهم لما ينزلوا البحر مع اولادهم ما حدش قد ما الشهره لطيفه وكل حاجه، قد ما مشاكلها تحرمك من الخصوصيه، بتحرمك من الخصوصيه. نعم. يعني انا اولادي وهم صغيرين لما كنت انزل معاهم البحر وخايفه عليهم، انا عايزه كامل تركيزي معاهم والاقي معجبين ومعجبات في الميه وعايزين يتكلموا معايا ويدردشوا ويسالوني اسئله كتير، اقول لهم يا جماعه سوري انا مع اولادي، انا خايفه اولادي يغرقوا مني. عارفه يعني حب الناس شيء عظيم، بس ساعات الواحد يعيش حياته في وطننا العربي بيبقى شويه الناس يا حبايبي بيبقوا ايه قد ايه بيحبوا الفنان، بس متخيل كل واحد متخيل ان هو بس اللي بيكلمك، ان هو بس اللي بيطلب منك الطلب، ان هو بس اللي بيطلب منك تصور معاه. فاهمة ازاي؟ نشيطة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ الحقيقة لا، وكل ما اما جيت الكويت قررت ابقى نشيطة لان عندنا هوس احنا بعضكم هوس فعلا، بس انا مش عارفة يعني انا شخص زهوق وملول، اولا ما بحبش الكاميرا، ما بحبش المكياج. ما تحبي الكاميرا؟ ما بحبش الكاميرا، بس الكاميرا تحبك. ميرسي. لا اقصد انه طول الوقت افضل اصور نفسي وكده، يعني عايزة اقول لك الصورة اللي شفتيها دي كلها بنتي اللي مصوراهاني، يعني يلا يا مامي نتصور، يلا كذا، يلا. انا مش شغوفه قوي بفكره ان انا اقعد اتصور واقول انا بعمل ايه وفين، بس هحاول اعمل كده لان الناس بتطلب مني كده دلوقتي. ما بحبش المكياج مثلا، ما بحبش اعمل شعري، ما بحبش البس، ما بحبش، احب ابقى تريننج سوت وسويت بانز وسليبر او عارفه كوتشي، ابقى بحريه. اضطر في ايفنت زي ده عشان هقابل واحده قمر زي حضرتك حبيبتي، ولا شو انت قمرين. احنا اكيد نشكرك، نقول عسى الله يحفظك ويحفظ اسرتك الكريمه، ونورتينا في الكويت، سعيدين بتواجد معنا في الكويت. ميرسي، انا سعدت اكثر بيك. يعني انا كان في علامات استفهام سبب حب الناس لمنال سلامه، الحين قعدتي هذه عرفت روحك الحلوه وابتسامتك اللي ما فارقتك هي سر نجاحك يا منال، ونتمنى لك كل التوفيق. ميرسي، اشكركم، ميرسي جدا، النور بيكم، ميرسي جدا. اكيد لازم تنطرون الفنانه الجميله المصريه منال سلامه في عمل جميل اسمه اليوم الاسود. الحين ننتقل معاكم الى تقرير مسرحيه فانتازيا، وهي اول عمل مسرحي للممثل الشعبي 31 الجاري على مسرح دار الاوبرا. وايضا ابطال العمل الفنان الكبير سعد الفرج والفنانين احمد يراج عفوا وشهد الياسين وعبد الله بهمن وغيرهم من الفنانين، ولكن بعد هذا الفاصل.